مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح اليوم الخميس 7 نيسان، وبحلقتنا ملف النفايات وجد طريقه للحل بسحر ساحر. محطة مع مسرحية نوم الغزلان للينا أبيض، لوحة تشكيلية بجنينة الصنايع، ومعرض من دار المصور، وأكيد غيرها من التقارير. أما ضيفنا أو ضيفتنا لليوم فهي رزان الشطي، منسقة معارض أفق، لنحكي معها عن معرض فن جديد للفنان رؤوف الرفاعي بمركز بيروت للمعارض. اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف أكثر كيف رح بيكون طقس اليوم. ناخد اتصال من الأستاذ وسام أبو خشفي. مرحبا. مرحبا، كيفك أستاذ وسام؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم. تفضل. طقسنا عم بيكون مستقر إجمالا. نعم. خلال اليومين بيتحول لمتقلب بعد ظهر يوم السبت. أوكي. فجعل اليوم بكرة بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. نعم. ممكن اليوم احتمال بسيط نشهد بعض الامطار المتفرقه بمناطق البقعة. اوكي. بكره حيكون اجمالا حترجع تشوب كتير خصوصي من فتره الظهر. نعم. والشوب بيستمر كمان لنهار السبت، بيكون درجات الحراره فوق معدلات الموسميه. بعد الظهر ترجع تنخفض درجات الحراره بشكل تدريجي. مشان هيك قلت لنا بالبدايه انه بيتقلب الطقس. نعم. نهار. نعم. السبت. اوكي. نهار السبت وممكن نشوف بعض الامطار المتفرقه السبت بعد الظهر. نعم. والأحد؟ لا الأحد رح يكفي أمطار. الأحد مكفي أمطار لحد الصبح. نعم. أوكي. درجة الحرارة اليوم؟ لليوم على الساحل بين 10 و23 درجة، فوق جبال من 13 ل21. نعم. بالأرز من 7 ل16، وبالبقع من 10 ل25. وبكرة لما ترتفع؟ لأنه قلت لنا بكرة رح ترجع ل28، والسبت توصل ل30 كمان. اف كتير شو. طيب. شكرا لك استاذ وسام. الله يعطيك العافيه، بنحكيكم بكره. عناوين الصحف مع جوال. صباح الخير. صباح الخير لك جوال ولكل اللي عم يتابعونا. مثل العاده جوله على عناوين الصحف الصادره لليوم الخميس 7 نيسان. البداية مع عناوين صحيفة النهار: يوم الادعاءات القياسية في الملفات الفضائحية، العشرات في جرائم الاختلاس والاتجار بالبشر. بري سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد الحوار وقبل أول أيار. مجلس الوزراء أمام ملفي عقود المطار وأمن الدولة اليوم. ضمن محليات النهار: القنوات اللبنانية مستمرة في بثها ما عدا المنار. وثيقة داعمة لغسان سلامة وترشحه لليونسكو. اتساع القتال يهدد استمرار الهدنة في سوريا. الجيش يهاجم في حلب وداعش قرب دمشق. أنباء عن وفد إيراني إلى السعودية للبحث في الترتيبات الجديدة للحج. وختام النهار مع الصورة الرئيسية لحملة عنوان في ظلال اللجوء، وهون عم نشوف بالصورة فتاة لاجئة مع حصة غذائية حصلت عليها من متبرعين باليونان. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير: هل ينتفض القضاء فيحاسب المرتكبين جميعا؟ حمود وصقر لا للفلفة للملفات. نار حلب الفلوجة أولا أم معركة الرقة الموصل؟ أبو مازن يلاقي الاحتلال، تفاوض على المناطق ألف. كريف المنامة، إيران وسوريا وداعش. بصفحات الداخلية للسفير: حركة الانترنت الشرعي تزداد 15%. وأخيرا فرنجي للمسيحيين، التسوية ستفرض نفسها. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة: خادم الحرمين يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى مصر. خبراء دوليون يتدربون في مسقط على مراقبة وقف النار. هادي حريص على السلام وإنهاء الحرب. إرجاء جزئي لموعد انطلاق جولة جنيف، وانتقاد غربي لتعزيز القوات الإيرانية. موسكو تريد توحيد المعارضة للتفاوض مباشرة مع دمشق. ختام عناوين الحياة: ساسة تركيا يتراشقون بالشتائم. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل: جلسة تمييز مصيرية اليوم، السجن لسماحة. الحكومة، أمن الدولة والمطار لمزيد من التشاور،
والنايلسات للإقرار من خارج الجدول. المعارضة السورية لا بديل من الانتقال السياسي. مسلسل الفضائح يفضح هشاشة الدولة. العراق الأزمة تطرح خياري الحكم العسكري أو حل البرلمان. أمن الدولة ملف ينضم إلى قافلة الاستحقاقات المسيحية. وختام عناوين المستقبل، الصورة الرئيسية وهي حملة عنوان منعا للإفلات من العقاب. من المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، كدسة ملفات خلافية مرشحة للتأجيل في مجلس الوزراء. الأشرفية وعدة أحياء في بيروت تعاني من روائح النفايات. المرصد السوري تصعيد للعمليات العسكرية قبل استئناف محادثات جنيف. حفريات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وأيضا بالأنوار، روسيا تزود مصر ب 28 منظومة لحماية الطائرات. وكتب لليوم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار، عبثية الانتخابات السورية واللا انتخابات اللبنانية. من الأنوار بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة اللواء، مجلس الوزراء صاخب اليوم وكباش نيابي انتخابي في أيار. القوات والتيار العوني يدرسان العودة إلى قانون الستين، ومئات الشخصيات والشركات اللبنانية في أوراق بنما. المعارضة مفاوضات جنيف ستفشل ما لم تبحث مصير الأسد. النظام وحلفاؤه يستميتان لاستعادة تل العيس بغطاء روسي. ترتيبات أمنية غير مسبوقة ولقاءات موسعة لتدشين مرحلة جديدة. الملك سلمان في مصر اليوم بأول زيارة رسمية. ويكيليكس أوراق بنما استهداف أمريكي لبوتين. وكتب لليوم المحامي محمد أمين الدعوق، المبادرات الجريئة للرئيس سعد الحريري. من اللواء بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد، أزمة النايلسات إلى المعالجة وبري مصر على التشريع. المفاوضات تترنح والجيش يتوسع في حلب. أيحق لريف المستقيل أن يمثل لبنان؟ وختاما بالبلد، الإتجار بالبشر، القانون اللبناني شريك. بترجمة العناوين صحيفة ذا ديلي ستار، بري يصر على الجلسة التشريعية وينتقد المعارضة. ترجيحات بتأجيل اتخاذ مجلس الوزراء، قرارات متعلقة بأمن الدولة لتجنب أزمات جديدة. النظام وحلفاؤه يطلقون هجوم جنوب حلب. أيضا بترجمة العناوين صحيفة لوريون لوجور، في ملف أمن الدولة ملف أمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء وإصرار مسيحي على حل الأزمة. اللجنة العليا للمفاوضات السورية تؤكد أن المفاوضات محكومة بالفشل إذا تم تجاهل الأسد. المحكمة العسكرية تهدد السلامة العامة. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق، والعنوان العريض لليوم، قانون الانتخاب في الحوار وليس في الجلسة النيابية. التشريعية في أيار بغياب التيار الوطني والقوات والكتائب. واشنطن لم نكن نقدر قدرات داعش الإلكترونية. وقف باخرة قمح في المرفأ. وأيضا بالشرق، وثائق بنما استراتيجية أمريكية. الكويت ترتيبات متواصلة لوقف القتال في اليمن. وكتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق، إيران لم تتعلم الدرس بعد. من الشرق إلى الشرق الأوسط، مجلس الوزراء المصري يرحب بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين ويستعرض المشاريع المقامة. القمة السعودية المصرية تفتح آفاق تعاون جديدة. حزب الله هاجم الشرق الأوسط وطالب الدولة بمحاسبتها. المنار تلجأ لبديل روسي بعد تقويضها عربيا. بن لادن قرر شراء الذهب في ذروة الكساد. وختاما بالشرق الأوسط، واتساب يعزز حماية مليار مستخدم.
ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية. الحكومة أمام تحديات جديدة، بين تدمر وحلب عضوا أصابع، توقيف سماحة اليوم والحكم متى، والصورة الرئيسية حملت عنوان نزعوا الغام تدمر. مع هالصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. فاصل أول بحلقتنا ومن بعد مواعيد ثقافية وفنية مع جوال. احنا عم جولة على ابرز المحطات الفنية والثقافية وبأقرب مواعيدها وضمن اطار موسيقى الحجة بالجامعة الانطونية. نحن على موعد مع كونسير مع رافائيل سيفير على الكلارينيت وتايو فوشنري على البيانو، والموعد نهار الثلاثة 12 الشهر الساعة 8 المساء بكنيسة نوتردام بالجامعة الانطونية بالحدث بعبدة. منتابع أخبارنا تحت عنوان بيروت تنبض. بتعقد رئيسة لجنة مهرجانات بيروت الثقافية وأعضاء اللجنة مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج المهرجانات لعام 2016 اليوم الخميس 7 الشهر الساعة 12 الظهر بأوتيل الفور سيزنز ببيروت. ومن المواعيد ضمن هالمهرجان ثلاث أمسيات ضمن بيروت انترناشونال فاستيفال 17 و18 و19 أيار مع عازف البيانو الموسيقي جي مانوكيان بواجهة بيروت البحرية. نسمع من جي مانوكيان. أخبرنا المسرحية عشق أو جاردان دامور، عرض مسرحي جديد نص وإخراج لارا قانسو، تمثيل روزي يازجي، سارة وردي، روجي عساف، وغناء مباشر على المسرح لدالين جبور من 7 ل 17 نيسان الساعة 8:30 يعني الافتتاح الليلي. ورح تنعرض المسرحية كل خميس جمعة سبت وأحد على مسرح مولو. نسمع من دالين جبور. برعاية وزير الثقافة الأستاذ ريمون عريجي، بتدعي جامعة سيدة الويزة إلى لقاء مع الدكتورة ريما نجم بجاني حول كتابها الجديد سعيد عقل الشاعر العجب. وبالبرنامج وثائقي عن سعيد عقل كلمات للأساتذة سهيل مطر، زياد بارود، إلي الفرزلي، الوزير عريجي، بالإضافة لكلمة للفنانة نجوى كرم والفنانة جاهدة وهبي رح تنشد من أعمال سعيد عقل. اليوم الموعد 7 الشهر الساعة 6 بعد الظهر بجامعة سيدة الويزة بيزو مصبح. ومنسمع من جاهدة وهبي. ردني إلى بلادي مع نسائم غوادي مع شعاع. Thank you.
أخبارنا أيضا مدرسة مونتانا انترناشنال كوليدج بتدعي لحضور حفل موسيقي إحياء لذكرى المئوية للفنان زكي نصيف مع جوقة المدرسة بالاشتراك مع الأوركسترا الهرمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة مقدم زياد مراد. الأداء المنفرد لكارول عون وشادي عيدموني، والموعد اليوم ابتداء من الساعة 8 المساء بقاعة الأسامبلي هول بالجامعة الأمريكية ببيروت. بنسمع من كارول عون وشادي عيدموني. ثلجك المحبة وشمسك الحرية. خبيك بعيني وبقلك مني ثلجك المحبة وشمسك الحرية. وطني يا حكاية بالعز الضوي، ليش هالقد بحبك يا بعيد وطني يا حكاية بالعز مضواي، ليش هالقد بحبك يا غايب الغاية. عودة إلى الأعمال المسرحية اللي ما زالت عم تنعرض وتحت عنوان لماذا. العرض المسرحي ما زال مستمر كل خميس جمعة سبت وأحد على مسرح المدينة، إخراج لينا أبيض. إذن من إخراج لينا خوري، هالعمل المسرحي سبق وانعرض سابقا وعم بيرجع ينعرض مرة جديدة من دون تعديل للنص، إنما مع إضافة لبعض الوجوه التمثيلية مثل ما شفنا مثل طلال الجردي. من العروض السينمائية، مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية ترجع إلى مزاولة نشاطها بعرض الأفلام كل نهار تنين بجامعة الأنديو، وبتدعي هالتنين إلى حضور فيلم شتي يا ديني أو هير كومز ذا رين للمخرج بهيج حجاج، تمثيل جوليا قصار، كارمن لبوس، عايدة صبرا، برنادات حداب، ديامان بو عبود، إلي متري وغيرهم. ومن بعد العرض رح بيكون في حلقة حوار بحضور المخرج والممثلين التنين 11 نيسان الساعة 7 بعد الظهر على مسرح بيير أبو خاطر بجامعة الأنديو. خربت لي الدنيا هون، شو بعمل فيك؟ وبخبر اخير، ست الفاينلست ببرنامج ذا فويس كيدز رح بيكونوا على موعد مع جمهور كبير بامسيه فنيه رح بتكون عن جد مميزه. هالاطفال يلي قدروا يثبتوا حضورهم من خلال اصواتهم الرائعه على الساحه اللبنانيه والعربيه رح يعطونا موعد ب 23 شهر بقاعه لبيال ابتداء من الساعه 6 بعد الظهر، وبنسمع مشاهد من ذا فويس كيدز.
كنا عم نسمع اذا زين رغم انه لين الحايكيه اللي حامله اللقب وكلهم رح بيكونوا مجتمعين ب 23 شهر بالبيال. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الاخبار الثقافيه والفنيه، رح نرجع عن جوال واحوال الطرقات. مباشرة من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير اليوم معنا على الخط المؤهل الأول روبير الزغبي. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. في عنا ضغط سير من الصفرة باتجاه تبرج الكازينو بسبب حادث للسير مقابل معمل السجاد اللي احترق قديما. خمس سيارات، الحمد لله الأضرار مادية، عم تعمل القوى الأمنية على إزالتهم. عنا الحركة ناشطة أسرات جوني باتجاه نفق نهر الكلب. ضغط السير بيتابع من دبي باتجاه أم طلياس جل الديب نهر الموت. بهذه اللحظات عندنا حادث ثلاث سيارات على الزلقة، كمان الحمد لله الأضرار مادية. عندنا الزلقة باتجاه بيروت أو الزلقة باتجاه جوني؟ ما سمعت لو سمحتي. عم بتقلنا كان في حادث سير هلا زلقة باتجاه بيروت أو زلقة باتجاه جوني؟ نعم، الزلقة باتجاه نهر الموت، الدورة باتجاه بيروت، الحمد لله الأضرار المادية ثلاث سيارات. نعم. عنا ضغط سير كمان من الدورة باتجاه الكارانتينا المرفأ بسبب تأخر دخول الشاحنات لمرفأ بيروت، هالشي عملنا ضغط سير كتير قوي. عنا كمان ضغط الصالومي الحايك جسر الواطي. عنا ضغط سير المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم الوسط. عنا كمان ضغط سير على أقصاد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكارانتينا، كمان تأخر دخول الشاحنات للمرفأ. عنا حركة سير كثيفة خلدي باتجاه انفاق المطار مفرق بشامون وعرمون. عنا ضغط سير العدلية اوتيل ديو. بالنسبة للحوادث، تسجل عنا الليلة الماضية 12 حادث نتج عنهم 18 جريح. بالنسبة لمخالفات الرادار، امبارح بتعرفي كان في عنا يوم امني، تسجل عنا 1145 مخالفة. بالنسبة للأشغال، بدي أذكر استمرار أعمال تصفيت على طريق بحمدون لثمانية شهر. كذلك عنا أعمال تركيب جوانات لجسر صوفر، الأعمال مستمرة لغاية 9/4 أكيد مع تحويل على الطرقات الداخلية بصوفر. نعم، هيدا مبدئيا كل شيء حتى الساعة. نعم، يعطيك ألف عافية المؤهل الأول لروبير الزغبي، نحن بكرة بنرجع بنحكيكم. يعطيك العافية. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا. صباح الخير. ربع مليون لبناني بحالة فقر مدقع، ومليون تحت خط الفقر، والقلة القليلة غارقة بالمليارات المكومة. بين الفقر والتطرف والإرهاب حبل سرة ما انقطع. فالتطرف بعشعش بالأحياء المعدومة، بيستغل الحاجة ليزرع الحقد ويحصد الإرهاب. أفعال أو مشروع إزالة الفقر يلي أطلقه الرئيس سعد الحريري منه مني، ولا غني عم بيعطي فقير، هو الخطوة الأولى بمحاربة الإرهاب. درب طويلة بتتعبد بمشاريع الإنماء وخلق فرص العمل. الاعتدال مشروع اقتصادي بوجه التطرف، بينما البعض باسم حماية المقدسات وتحت راية السلاح عم بيزرع عنف وعصبية ليحصد فتنة. بين الدولة والمواطن علاقة من الند للند، فالدولة عاجزة حتى عن تأمين الحماية والخدمات والطبابة وأبسط شروط العيش الكريم، والمواطن صار شعاره الشاطر بشطارته. وبعد كل أزمة، أزمات بالجملة، ملف النفايات وجد طريقه للحل بسحر ساحر، وبين المؤقت والدايم رجعت المطامر. على أوتوستراد المتن الساحلة من جل الديب غابت النفايات، ولكن الرائحة الكريهة دليلك. انتبه، أمامك مطمر. تقرير للزميلة رويدة الصفدي، منتابعه سوا. يعني هلا مثل كأنه نص على نص، يعني بتحسين بيشيله شوي، بيضلوا يومين ثلاثة ما بيشيله، ترجع بتطلع الريحة بيرجعوا بيشيله، بس أنه أكيد أحلى من قبل. هلا ما حسيت بالفرق صراحة، يعني أبدا بالزبالة، يعني شلوها من هون حطوها هونيك، يعني ما تغير شيء. هو زيته ما في شيء. ما شلوا النفايات، أنا ما معي خبر بالشيء. جبال النفايات يلي تراكمت على مدى شهور تقلص حجمها،
والطرقات نطفت إلا من بعض الأكوام المتناثرة على اليمين والشمال. هالمؤشرات جعلتنا نعتقد أن المواطن انتصر على حرب النفايات، ولكن نسمات الهواء المحملة بروائح فساد الشهور الماضية بتأكد أنه نحن بفترة هدنة مؤقتة رح تخترق الأمراض المسرطنة حتما، ومن جديد رح يكون المواطن أول الضحايا. بما أنه كل شيء نضيف، بما أنه شفنا عفيف، قال لي جسدر مرتك فورا برخي إنك عرصي. وما في نفايات، وما في نفايات، معقوله؟ والريحه شو عم تطلع كل يوم بجل الديب؟ قاعد بجديده، عرفتي؟ بخامس طابق عم نشم ريحه زباله بقلب البيت. بس هلا نظفوها؟ اي نظفوها، روحي شمي هلا بالزباله وطلعي على اوتوستراد الزلقه شوفي. اذا قطع الاوتوستراد بتشم الريحه كثير قويه. انا بنزل على الاوتوستراد مثلا بصير اسال العالم انه انت كيف خيي سيء هلا؟ نزلت مره على بيروت متت. الله يكون مرق مرق الطريق من هو ما في يتحملها، مرق الطريق، انا ساكن بالضاحيه تحت. وين بدهم يكبوا النفايات؟ وين بدهم يكبوها؟ عم يطمروها، ما هي اللوطة مروة، ما هي ريحتها هلا المطمورة مش مطمورة قتلتنا. مالة الزلقة بتحسيهم انه نشيطين اكتر، عم بيشيلوا زبالة اكتر واكتر. هون بعضهم بيلعبوا، ساعة بيعبوا كميون، ساعة بيفضوا بأرضه. أنا بنظري انه صار لهم 7 أشهر بحطوا زبالة، هلا إذا بدهم ينشروها برجع 7 أشهر كمان. 8 شهور، كمان بعد شهر شو بدنا نسوي؟ بما انه العيشة صعبة ومش هينة، اجتمعنا واتفقنا وهينا. الخفيف العنيف الرضيع الخريف. من جل الديب إلى الزلقة والجديدي وصولا إلى الدورة وعدة مناطق مجاورة، الحال واحد والكل متخوف من الآثار الصحية لهالحرب البيئية على المدى البعيد. لا شوارع نظيفه صارت تمام هلا، كأنظف الطريق صارت أنظف بكتير، بس انه ما استفدنا شيء، نفس الشيء بعدنا انه عم يتمروا الزباله ما بترجع بتطلع فينا. هذا الشيء دوله اللي بتعمل واجباتها ما في لزوم يحمل غصايا. خلينا من الناحيه الايجابيه انه عم تروح زباله من عندنا، يعني هي اهم شيء. نظفوها ما بقى في اشي، هون هو بجنن صار. ايه بس السيارات العجله مش من زباله، من السيارات. شجروا كل الكورنيش، جاي اي اشي ما فيش، لف حصيري وشنجل مرتك، روح فلشهم عالحشيش. ايوه ايوه سلو جازون تقع. على يمين وشمال الأوتوستراد الدولي يلي بيربط الشمال ببيروت في العديد من الشركات والمحلات، وبالتالي المئات من الموظفين عم بيموتوا يوميا وعلى البطيء بسبب الفساد وسوء إدارة البلد على مدى 8 شهور. أوقات عم نسكن ونروح على البيت، وأوقات عم نكون جوا نقعد جوا ونسكن الجراج. دايما بتروحي راسك عم يجعك من كتر ريحة من قوية. عم نموت نحن، ما حدا عم يطلع فينا، بس هيك الخبرية. ما فينا ما نجي على الشغل، يعني ما فيك تقول يا صاحب الشركة ولا أنا رح فرز سنة سنة وشوي، لأنه كانت الدولة المحترمة أخذت قرار بشال الزبالة. زبالة هلا بكرة وبعد بكرة بنشيله، بس هن أمتين بنشيله؟ غير الله ما بشيلهم. أقول في ريحة زبالة كتير، كيف بيشتغل هون؟ في مريض أنا كمان في 15 اليوم، مش هيك بنغلاديش، ليش الله هيك لبلون مبارك؟ منتابع حلقتنا نوم الغزلان، عنوان لعمل مسرحي للمخرجة لينا أبيض يلي اختارت أنه تنقل على طريقتها المعاناة يلي عم بعيشها الشعب السوري من التهجير وخوض مغامرة البحار والغربة. هالعمل بدأ عرضه على خشبة مسرح الجامعة اللبنانية الأمريكية ومستمر لغاية 10 نيسان، والتفاصيل بهالتقرير. قال لي اليوم حميد من هولندا، شو بيقول؟ قال لي جيتوا سفرة شغل على سوريا. لا وين شو هيك؟ عم يسألني رأيي. قلت له روح كل شارب بيي. خمس سنين مروا على اندلاع الثورة السورية، خمس سنين والشعب السوري عم بيعاني، عم يتمزق وعم يتفرق بكافة أنحاء العالم. أيام سوداء، أشهر طويلة وسنوات متتالية، عذاب وقصص بالمئات. أو حول المخرجة المسرحية الملتزمة لينا أبيض آخر عمل مسرحي إلى نوم الغزلان. سألته عن سبب اعتقالي، اعتقلوني مشان حلو شوش، كان في جنازة لمسؤول،
أو عملية اغتيال أو يمكن انقلاب عسكري. ببساطة كان حلم فائت ببعضه، حلم إنه نوية مسلحة. أكيد بس يكون في موضوع على قد كبير وعم يطالنا كلنا، ما في واحد يغض نظر عنه. كيف لما واحد عم يحكي على خشبة مسرح بيوصل لكل الناس؟ وبتصور هيدي أهم رسالة بتكون. هذا موضوع بمس كل الشعب العربي وخصوصا الشعب اللبناني، لأنه نحن أكثر شعب بركة عم نستقبل اللاجئين السوريين اللي عم يجوا على أرضنا. كون مهم لأنه عايشين وضع متأزم مش عادي بالمنطقة أبدا. هذا موضوع الساعة ومفروض يتضوا عليه يعني، والحركة في كتير منيحة بالبلد خصوصي طلاب الجامعات هلأ، يعني انه يدووا عليها حتى كل العالم وخصوصي الصغار. هلأ سامع جاي معنا بنت صغيرة، حقيقة ما نحكي ممنوع في حقه، الله يقدر هالوضع يساعد الأحسن بالأحسن. كان التمن كتير غالي، كان تمن ألمانيا كتير غالي. أنا منيح، كل شيء منيح، ما كتير منيح، لا أنا مو منيح. بالنسبة للوراق عم يقولوا عم يزبطوا، بس لسه ما زبط. من إعداد وإخراج لينا أبيض ومن تمثيل أكثر من 20 ممثل، نوم الغزلان عمل جماعي مستوحى من الشقاء السوري وعذابهم من خلال 6 لوحات متتالية رسمت عذاب الشعب السوري بالسنوات الأخيرة وتشردهم من سوريا إلى ألمانيا من خلال نصوص وخواطر وأشعار لملمتهم لينا أبيض وجمعتهم سويا بنص مسرحي مؤلم ومبكي بنفس الوقت، ما بيعرض إلا 5% من الواقع السوري المرير، وهو انطلق على خشبة مسرح الـ LAU ومستمر لغاية 10 نيسان. اضطريت لحتى اطلع على لبنان اطلع تهريب، ولحتى اكمل رحلتي عملت جواز سفر مزور وطلعت البحر على اوروبا. كنت افكر باوروبا غير الصورة اللي كنت راسمها لاوروبا كانت كتير حلوة، بس من لما جيت من 8 شهور ولهلا ما شفت من اوروبا غير الانتظار والمعاملات، انتظار وين ما كان. بالنسبة لي نوم الغزلان هي عبارة لقيتها عن سمر يزبغ بنصها ذكرتني دغري بالشقاء السوري وبالسوريين، لانه هلا السوريين قاعدين بحاله خوف فظيعه، لانه بلشوا ثوره وهيئة الثوره عم تفرط من ايدهم، بقى هن مش نايمين، هن ما بحياتهم ناموا. عم مثل دور سميره الخليل، هي مره انخطفت وصار لها 2 و3 شهور و4 ايام مخطوفه وبعدها لهلا مش معروف شيء عنها. دوري بلش من فيديو على يوتيوب عن ام راحت هي وجوزها وبنتين بالبحر ليوصلوا على اليونان، وغرقت بنت من البنتين تبعهم، فعم بتخبر عن هيدي الرحله وعن كيف خسروا بنتهم. دوري دور ريبورتر اجنبي جاي على المخيمات وعم بيعمل ريبورتاج وبيتاثر كثير بالقصص اللي عم بيسمعها، حتى تيابهم حتى الألوان المسرح كلها كانت ألوان من ألوان التراب أو الألوان المادي أو الألوان اللي عم تبهت كأنه عم بتروح، كأنه الإنسان بطل له قيمة ككائن. كتير تأثرت بكل هالستوريز اللي قريناهم، يعني كان عمل جماعي ولينا عن جد حدا كتير بروفيشنال بالشغل. حلو الطريقة اللي اشتغلوا فيها، والموضوع أكيد موضوع اجتماعي يعني بينقل معاناة هالشعب. كتير رائعة، يعني تحكي كل مؤاساة الشعب السوري. قاعد بطلع عمان، بطلع ليه رجلين ماسك باسبور سوري، طلع الباسبور يرجع طلع فيه. انا ما بدي اطلع الطيارة، انا اللي عندي بسألني وحدك عايز شيء وقدر اسمه في راسي. صرنا نحكي خبرته قصتي، قلت له بدي اطلع المانيا بس ماما هيدفع مصاري للهني. طلع فيه وقال لي انا رايح سباحة تجي سباحة من تركيا على الجنين، مجنون انت؟ قال لي بكي اللي غرقان ما بخافي بالحال. حلقتنا متابعة معكم ومع الفنون التشكيلية، منحوتات على الفضة على الخشب وغيرها من الفنون كلها كانت حاضرة بحديقة الصنايع والهدف إنساني، دعم الأطفال المصابين بمرض السرطان من خلال تجسيد معاناتهم بنشاط حمل عنوان رغم الألم أنت الأمل، وريع المعرض بعود لدعم علاج المصابين، وكل التفاصيل بهالتقرير.
على مساحة صغيرة من جنينة الصنايع افترشوا لوحاتهم وأعمالهم الفنية. فنانين على مساحة الوطن العربي اجتمعوا ليفسروا حكاية الفن للعطاء، فكانت أعمالهم صورة تجريدية بتحكي قصة، وكل قصة بتعكس واقع، واقع أطفال عايشوا المرض وضل عندهم أمل رغم الألم. عرضنا تحت عنوان رغم الألم أنت الأمل. حبينا هذا الاسم لنعبر قدي الناس والأشخاص الأطفال المصابين بمرض السرطان اللي هو ريع المعرض بيرجع نسبة كبيرة منه لهدول الأطفال، قدي الألم عندهم قوي ولكن دائما أملهم كبير، ونحن أملنا بلبنان وبكل الناس الموجودين فيه وبالفنانين اللي هن مميزين أملنا كبير. عندنا معرض شامل، عندنا مكات، مكات تاريخية، مكات مجسمات هندسية بالإضافة للتصوير، البانتور بكل أنواعه، كل أنواع الفن التشكيلي تقريبا. الأطفال اللي مرضى السرطان يعني يجوا بكرة حييجوا يشوفوا، حيشاركوا معنا بالرسم بالأعمال، يعني حيصير في ورشة، وهي الأعمال إذا راحت تكون لهم نصيب فيها. في مجموعة أعمال من كل المستويات ومن كل الأبعاد. شيء حلو إنه نكون موجودين بوسط بيروت بهالجنينة الحلوة الحلوة كتير يعني، والناس مش بس يروحوا يعني يغيروا جو، بيشوفوا هالأعمال كمان اللي هن أكثرهم يعني لبنانيين. فنان اشتركوا بهالمعرض وكانت النتيجة أعمال مميزة تفاجأ فيها زوار جنينة والناس المدعوين، وعبروا عن إعجاب كبير بأعمال النحت على الخشب وعلى معادن الفضة والنحت على أقلام الرصاص وبيض العام. خلي الألم ينطق يحكي، نحن بالعادة بنكتب الألم حتى نعبر، هلا انا خلي الالم هو يعبر عن نفسه. هيدا حفر عبيد العام، هيدا جديد وعتيق، صار لي 7 سنين بالمجال هذا والحمد لله ماشي الحال، شغله حلوه وجميله. شغل كتير مميز وحلو وفني، في فن وابداع. معرض بهيك مكان هي فكره رائده ومهمه وجيده جدا، خاصه يعني لفته كريمه لبيروت بالذات ولقلب بيروت نحن هون فيها. شوف كل شيء الاعمال الفنيه لانه مرات ما بيصير له يفوت على اماكن معارض خاصه. كتير حلو هالمعرض، هيك فسحه امل وهيك تنفيس للفنانين وللناس ولكل أهل بيروت. كتير كتير أشياء سبحان الله، العين كتير عم تلفت انتباه لكل العالم، كتير حلو كتير كتير، يعني شفنا من كل المستويات من كل الأشكال. هالمعاناة اللي عم نعيشها على الأقل إن نعبر فيها برسوماتنا، فأنا حبيت تعبر بالزهور اللي هو رمز العطاء ورمز الأمل، وإن شاء الله يا رب بهالحديقة الحلوة نكون جمعنا القلوب كلها مع بعضها. من حديقة صنايع من معرض الهدف منه إنساني إلى سيدة رزان شطي منسقة معارض أفاق لنحكي عن معرض الهدف منه بيئة. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. رح نحكي عن معرض بعنوان أنقذوا جمال العالم أو Save the Beauty of the World للفنان تشكيلي رؤوف الرفاعي، بس خلينا نبلش بالصورة اللي فتحتيها بالكتاب، خلينا نبدأ فيها لأنه عن جد ملفت كتير للنظر هيدي الصورة اللي يعمل معروف. مدام شو بتخبرينا على المعرض؟ 80 عمل هيدا قصدي عنا، خلينا نبلش فيها. شو قصدكم فيها؟ قصدنا فيها هي أهم شيء باللوحة أنه تبقى بسيطة ومعبرة، مضغوطين العالم العربي، العالم العربي مضغوطين، مضغوطين مرتبة ضغط. يعني شو بدنا نحكي أكتر؟ المرتبين بيقعد هي رمز، هو الفن دائما لازم يبقى رمز ورسالة وجمال.
الافتتاح كان مبارح للفنان التشكيلي رؤوف الرفاعي، وانت الملفت انه المعارض اللي بتختاريها والاسماء للمعارض منا دايما كتير معروفة. طبعا الاستاذ رؤوف الرفاعي اشهر من ان يعرف، بس ممكن تختاري فنان عمره 20 سنة وهو ممكن. اصغر فنان تعاملت معه ممكن. على اي اساس بتختار لما بختار فنان صغير بحطه مع مجموعة من فنانين كبار، لانه انا بحب شجع كتير الشباب، فلازم نفتح لهم فرصة، لأنه آفاق هدفها منه مادي أبداً أبداً. آخر شيء دائماً مدعوم، يعني سوليدير بتدعم، تعطيني مساحة بعمل. أول مرة البلاتينيوم دعم بعطي، فبحب هاليانك إنه حرام يعني لازم نعطيهم فرصة. ومرة عملت معرض هايدي اللي طلعت فيه معكم اسمه Under 35. أنا درت على جامعات لبنانية كلها تبع كليات الفنون، ونقيت 18 فنان عرضت له، وبوقتها كتير أخذ ضجة. أخذ ضجة لأنه يعني حرام هدول، إذا ما بتتبناهم جاليري عم تظلميهم لهالشباب وما عم تعطيهم فرصة أنه يفرجوا أعمال. هلأ الصور يلي عم نشوفها هي الأعمال المعروضة ضمن معرض أنقذوا جمال العالم. لا مش كلهم، مش كلهم 80 لوحة 80 عمل رح نشوفهم نحن بالمعرض. 80 عمل بالمعرض نعم. بس قولي شو إذا ما كانوا لرؤوف؟ لا لرؤوف هول بس بهالمعرض منهم موجودين. عرضوا يعني مثلا هيدي الصورة هاي شو؟ هاي لا انا قصدي عن هيديك. هاي شوفي الكرسي وقاعد، وحتى صار سكلتن وذهب ولساته قاعد. هيدي بتعبر عن حالة يعني عم بيحكي سياسي بهذا الموضوع. ايه هو الفن هيك هدفه، يعني يحرقك وبنفس الوقت يكون في جمال. ليه اخترتوا انقذوا جمال العالم؟ عن اي جمال عم تحكوا؟ كل شيء، الجمال انسايد والبرة، يعني لانه شوفي البيئة والعالم مين يلي نزعها؟ نحن البشر. يعني after all بتجي علينا نحن كمسؤولين، نحن اللي خربنا، الله عطانا جمال وعم نخربه. طيب مدام كيف بتنقوا الأعمال؟ بتتدخلي باختيار الأعمال يلي رح تنعرض؟ الحقيقة مع الدكتور رؤوف رفاعي كان كتير عقلي وعقله مع بعض، لأنه السبيس ألف متر وهو غزير الإنتاج، يعني عنا أعمال كتيرة، فقعدنا ضلينا نحط شو اللي بيطلع أحلى واللي له كمان نفس الموضوع، ما بيصير يكون الدم ما يبقى ماشي. يعني هذا الكتاب بعض الصور رح نشوفها موجودة بالمعرض، بس بعض الأعمال الأخرى ممكن تكون هي بس بالكتاب عرضت، وفي منها انعرض بجاليري مارك هاشم. ما هو كمان هيدا المعرض سوليدير آفاق مارك هاشم. نعم حضرتك منسقة معارض أفاق، خلينا نقول أنه معرض أفاق هو عم بجرب قد ما فيه أنه يقرب الفنون من العالم من خلال تنقلكم بعدد من المناطق. مزبوط. آخر مرة كان المعرض بمركز بيروت للمعارض، هيدا آخر معرض. هيدا ايه. والقبله كان بالصيفي فيليج. بالصيفي فيليج مرة بالأسواق. يعني أنا من مبدأ يلي مين ما عطاني سبيس، وهنا الحقيقة السوليدير أكتر شيء عم يدعمونا، بس اي حدا عطاني سبيس بعمل له فيها معرض 15 يوم. بس بعدك بنطاق بيروت؟ نطاق بيروت ما اجاني اوفر من برا، يعني لصيدا سور ما حدا عطاني اوفر، بس في الفكره موجوده. اذا يا ريت ليه ما بتتصلوا بحدا؟ لانه بصيدا وبسور بهديك المناطق كتير بيهتموا بالناحيه الثقافيه وبيهتموا بالاعمال الفنيه. والله فكره بدي لازم تتصلوا بحدا لانه عن جد بيهتموا. هيدا المعرض 27 اللي بتنظمين صحيح؟ نعم. 27 وبتنوعي مثل ما قلنا بين فنانين عن جد مبتدئين وبدهم مساحه ليعرضوا اعمالهم، بين فنانين معروفين. لازم. طيب بتحسي انه بعد في جمهور لهيدا النوع من الفنون؟ نسبيا ايه ما فيني اقول، بس انا مثلا امبارحه لاحظت شغله يمكن ما لازم نحكيها، بس انه كان المعرض تبعنا في بعده معرض للاكل. طب اسراب اللي رايح على الاكل بتحرقس، انه اسراب بيزعجك المشهد يعني؟ لا انني يروحوا، بس اسراب على هونيك وعلى الفن بتبقي عم تحفري بي بي بالاعلام انت بمجهودك وبدون مردود مادي بيجي، ما بقدر بقول لك يعني الزواقين بيجوا. شو اخذك على الفن؟ انا دارسه معي ماستر بال، يعني دارسه 5 سنين بي اي بسوريا، متخرجه من كليه الفنون، كانوا اساتذتي عباقره يعني لايام ما اول ما بلشت الكليه، وكانوا الاساتذه فاتح مدرس لؤي كيالي توب يعني. وبعدين عملت ماستر بلبنان،
كان دكتور رؤوف استاذي، بس حرام اظلمه يعني. كنت انا لما عملت ماستر كنت كبرت، بعد ما جبت ابني وكبر سقت رحت عملت ماستر. من وقت انتقلت للبنان؟ صار لي 20 سنه بلبنان، تزوجت لبناني. نعم. زوجك لبناني؟ لبناني. عم تعرفي شيء عن سوريا؟ اكيد اكيد. بعد أخوي. عندك اهل هونيك؟ ايه بتعرفي الجيل الكبير ما حب، اللي باهالي دمشق الجيل الكبير ما حب يهاجر. نعم. لأيمتى مكفى المعرض؟ ل 15. 15 هالشهر هلا. قليل قليل لأنه في يمكن مركز بيروت للمعرض حاجز لا يمكن يفكوه ما بعرف. نعم. مهم أنقذوا جمال العالم أو save the beauty of the world من للفنان رؤوف رفاعي، 80 لوحة أو 80 عمل بيتضمن المعرض ومكفى ل 15 الشهر. مدام رزان الشطي منسقة معارض آفاق، نحن بنشكر حضورك معنا كل مرة. وأنا كمان. وبنتمنى لك التوفيق، خبرينا عن الأعمال الجديدة كمان لأنه بنرجع. أكيد بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. بريك وبنرجع نتابع من بعده حلقتنا، خليكم معنا. حلقتنا متابعه معكم ومننتقل الى دار المصور يلي استقبل طالبات من معهد الفنون الجميله بمعرض تضمن 21 عمل فني. هالمعرض شكل مساحه للطالبات ليعبروا عن افكارهم، مشاعرهم، هواجسهم وتجاربهم بتقنيات مختلفه. كل التفاصيل بهالتقرير. فنانات شابات من توجهات فنية مختلفة اجتمعوا سوا واختاروا المرأة لتكون بطلة لوحاتهم الفنية. هالصبايا هن من معهد الفنون بالجامعة اللبنانية، قدموا معرضهم الأول بدار المصور وتضمنت أعمالهم لوحات تحمل معنى العشق والحياة والثورة واللجوء عند المرأة. سميناه بيجمنتد وومن، يعني هي يعني اللون بيجي من البيجمون، فحبينا انه نفرق كل وحده بلونها. حبيت انا ادخل بموضوع الامومه، وهي تقريبا انه من الحب والامومه اللي بتعطيه الام. برسم المراه بالاحرى من منظور روحاني بيعكس وجدانيه المراه الداخليه، ان كانت بطريقه الوجوه اللي عم برسمها او حتى الخط او اللون الشفاف. اجمالا عم بشتغل عن عالم البحار بس كمان على طريقتي، يعني منه كتير شيء واضح، وعم دخل فيجور المراه. فيك تعبري عن كل شيء شو ما كانت ظروفك، فيك تعبري من خلال الرسم، الموسيقى، الفن بكل مجالاته. حكيت عن المرأة، عن الثورة تاعت المرأة، عن الحياة يعني بشكل عام، كيف هي بتعيش، كيف تتحمل كل شيء. وعشرين لوحة تقدموا بتقنيات مختلفة وألوان ومواد متنوعة، عبرت كل صبية عن فكرتها بمنظور أنثوي ثائر وبيعكس تجاربها الشخصية، وكان دار المصور هو المساحة لإظهار مواهبهم إلى العلن. دار المصور حب يعطي فرصة لأشخاص محترفين، صح أن هن طلاب ومبتدئين بس ولكن عملهم عمل محترف. مثل ما بنشوف معرض مميز بالشخصيات الإفرادية لكل واحد من الصبايا، موفقين كتير، في تنوع بالشغل، في تنوع بالألوان. عم بيكون الفن دايما هو الوسيلة الأحلى لأننا نقدر نعبر من خلالها عن هيدي القضايا، انه في تجارب جديده ومحاوله لحتى ما بين التجريد والانطباعيه لحتى يوصلوا الفكره. نتابع كمان مع المعارض. بقاعة قصر اليونسكو عرض للفنان التشكيلي محمود زين الدين مع أكثر من 67 لوحة بمعرض حمل عنوان مراحل تشكيلية. تقرير.
أشوف سطع رسام وفنان غني ومتنوع بأفكاره ولوحاته الفنية، ومن وحي الطبيعة الشوفية الجميلة رسم مئات اللوحات وشارك بعشرات المعارض الدولية والمحلية. هو الفنان التشكيلي محمود زين الدين يلي زين جدران قصر اليونسكو ب 67 لوحة وأكثر من موضوع، فكان عنوان معرضه مراحل تشكيلية. المعرض هذا بيتضمن حوالي 67 لوحة، الأغلبية بالزيتيات كله زيتي، وشيء قليل يعني حوالي 4-5 تابلويات بالأكل اللي كملته. المعرض كتير مهم، أولا من حيث توقيته، وثانيا من حيث مستوى الشغل. الأستاذ محمود ما بده شهادة. الأول الأستاذ زين الدين مثل كل فنان بينقل بيئته، فهو في لمسة حزن على اللوحات واضحة، في عمق بالصورة، في ألوان داكنة شوي، وكل لوحة من لوحاته فعلا فيها هيك بتقعدي بتتناغمي معه وبتحكي معه بطريقة كتير، يعني حبيت شغله، معودة على شغله، عندي مقتنيات من شغله ببيتي. بيوت الأرمية موجودة بأكثر من لوحة، والصاج يعني التراث اللبناني. ترابطت اللوحات رغم اختلاف ألوانها ومواضيعها، وبكل لوحة عبر الفنان عما في النفس وفي الطبيعة بكل مكوناتها. الألوان اللي عنده ألوان جريئة جدا، وتكنيك تاعه عند الموفمنت، الحركات اللي عنده كتير خوية وكتير ملفتة للنظر. هذه الألوان اللي هي سبب وجودنا وحياتنا واللي بتلون عالمنا. المهم بهذا المعرض، أهم اللوحة بحد ذاتها، أنه يكفي يبقى هناك مساحة تجمع اللبنانيين بعيدا عن الاصطفاف الطائفي والنحوي. ضمن العروض المسرحية، ولا أول مرة بالشرق الأوسط بيختار المخرج يحيى جابر بعرض عملين بالوقت نفسه لإله. الأول بيروت طريق جديدة ليحيى جابر وزياد عتانة على خشبة مسرح تياترو فردان كل نهار تنين، وتاني عمل مسرحي بيروت فوق الشجرة أيضا على خشبة مسرح تياترو فردان كل نهار ثلاثة وخميس. شايدة كمان مخيم حبيبة. أنا ست نصلة خانم بنهار كانت حبيبة تسلم، كانت تقعد هيك وتضل عم تخيط، كانت تحط الكباكيه بالصوف والقماش وتحط الكروشيه وتشتغل بكل شيء، وأنا أقعد قدامها ألعب هيك بالكباكيه، تقعد على المكنة. وبيوم عيالي قالت لي فؤاد فرد تعال. شوفي تاتا، اسمع، اذا بدك تعرف قلب المراه روح المراه لازم تكون من جوا بنفس المراه. مفتاح قلب المراه مقص وخيط. اشتغل خياط. انا شو اشتغل خياط؟ معي كل هالمصاري بدي ولد اشتغل خياط؟ بس تعلمت من ست، تعلمت معها، حبيت هذا المصلحة، في أحلى من إنك تلبس هالنسوان. وكبرها وقت فتحت محل خياطة ومصبغة عافة شارع محمد الحوت على راس النبع، بوقتها كان طريق الشام اسمها، وكان هالمحل بحط براته هيك القرنفل والحدق والياسمين والجاردينيا، كانوا يفكروا مشتل أكثر منه. كنا عم نشوف مشهد اذا من الممثل زياد عتانه بالعمل المسرحي اللي بيحمل عنوان بيروت فوق الشجره، اللي عم بينعرض كل ثلاثة وخميس على تياترو فيردان، والثنين بيروت طريق الجديده. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نختم مع التقرير الرياضي. بكره اكيد حلقه جديده بتمام الساعه 7:30، كونوا على الموعد. باي.
Aspen fly that close to the ground, buzzing the road. That was sick. You know, any little stick or bush or, you know, rock protruding could have, you know, could have got him. But, you know, he knew right where he was going, and he'd scouted the line. He'd done it a few times before, so it was all good.